رئاسة هذه الدورة التي وهذه الرئاسة كتجي من منطلق رؤية المملكة المغربية ورؤية جلالة الملك محمد السادس للعمل العربي المشترك وأولويته في أجندة السياسة الخارجية المغربية. رؤية المملكة المغربية كانت دائما تؤمن بالعمل العربي المشترك، ولكن في طابع الواقعي العملي براغماتي الذي يوازي بين القضايا السياسية ولكن كذلك القضايا التنموية والقضايا الاجتماعية. وستحاول المملكة المغربية خلال رئاستها للمجلس الجامع المستوى الوزاري أن تعطي لهذه القضايا كذلك القضايا الاقتصادية القضايا الاجتماعية أهمية، لأنها عنصر أساسي للعمل العربي المشترك. هذه الدورة أو الرئاسة المغربية تأتي كذلك في سياق أولا مرتبط بالرئاسة بين شهر شتنبر وشهر مارس، كتكون بين 6 أشهر على قمة، وبالتالي بداية تنفيذ مقررات القمة السابقة وكذا بداية التحضير للقمة اللاحقة اللي كتنعقد عادة في الربيع فصل الربيع من كل سنة. وبالتالي فهذه الرئاسة غتكون كذلك ستشتغل على تنفيذ القرارات والتحضير للاستحقاقات العربية المقبلة. طبعا السياق الجميع يعرفوه هو سياق فيه تحديات معقدة متشابكة التي تعيشها منطقتنا العربية في إطار غياب رؤى واضحة المعالم لمواجهة تلك التحديات، وهو ما يستوجب العمل بحكمة وعقلانية لتدبير منسق جماعي بما يحفظ أمن الدول العربية واستقرارها وحدتها الترابية والوطنية، ويستجيب كذلك لتطلعات شعوبها. في إطار هذا الاجتماع الوزاري تم الاتفاق على مجموعة من القرارات التي تم إعدادها من قبل اجتماع المندوبين، واللي كتهم أولا وقبل كل شيء قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، وكان مجموعة من القرارات التي تم الاتفاق عليها، وأكثر من ذلك ما تم الاتفاق عليه كذلك هو مقاربة عملية لتحرك عربي منسق أمام التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية وأمام الاعتداءات المتواصلة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. بالتالي هذا إذا كان تم اعتماد القرارات فكذلك تم التأكيد على ضرورة تنسيق التحرك العربي إزاء كل فاعلين دوليين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. كانت هناك قرارات مرتبطة بمختلف الأزمات التي تعيشها الدول العربية حول ليبيا، سوريا، السودان وغيرها، وكلها قرارات تؤكد المواقف العربية الثابتة وتؤكد وتدعم كل المجهودات اللي قام بها الأمين العام وقامت بها الدول العربية لحل هذه الأزمات. القضايا اللي تم اعتمادها كذلك من قبل مجلس الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمملكة المغربية عندها أهمية خاصة، لأنها كتهم مجالات نعتبرها جد مهمة. تأسيس مجلس وزراء الأمن السيبريالي العربي أمر مهم جدا، لأنه يواجه إحدى التحديات الآنية التي تواجه كل الدول العربية، كما أنه غنضيف التحضير إن شاء الله للقمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد في موريتانيا نهاية هذه السنة أو بعد ذلك بقليل. وكما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد على أهمية الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الرقمي، وكلها تحديات يجب أن تواجهها الدول العربية لتدخل إلى عالم الحداثة وإلى عالم التكنولوجيا، بالإضافة إلى الأمن الغذائي الذي يبقى مطروح بإلحاح على الدول العربية. إذن فهذا الاجتماع
كل القرارات تم اتخاذها بالتوافق، وكل القرارات تم إغداءها بمشاركة كل الدول وبالدور الإيجابي. وهذه فرصة لأجدد الشكر للسيد الأمين العام ولطاقمه على المجهودات الكبيرة التي بذلت لإنجاح هذا الاجتماع الوزاري. شكرا. يعني كالعادة ومثلما هو معروف لديكم جميعا، سبق انعقاد المجلس الوزاري مجموعة اجتماعات للجان المعنية بتركيا، إيران، القضية الفلسطينية، موضوعات تحظى باهتمام دول محددة في المجموعة العربية. فلعلي ألفت النظر إلى أنه لجنة تركيا ولجنة إيران عندما اجتمعتا لوحظ يعني عنصرين أساسيين، أنه دائما بيصحب القرار الصادر عن اللجنة والذي بتتبناه الاجتماع الوزاري بيصحبه بيان خاص باللجنة. فنحن نرصد جميعا أنه في تطور في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية وبين إيران والدول العربية. في نفس الوقت هناك تحسن في العلاقة بين تركيا والدول العربية، وبالتالي اللجنتين قررتا عدم تبني أو إصدار بيانات خاصة بهم كلجان، فده تطور ينبغي رصده. فيما يتعلق بلجنة القدس ولجنة فلسطين، لعل الجميع لاحظوا بالأمس في المؤتمر الصحفي مع وزير خارجية اليابان أنه وزير الخارجية اليابانية تحدث عن المواقف المزدوجة، وعبرنا نحن الوزراء العرب وزير خارجية مصر وأمين عام الجامعة عن تأييدنا لهذه الملحوظة، لأنه هو قال عندما نتحدث عن أراضي محتلة أو عن استخدام القوة أو عن خرق القانون الدولي فلا يجب أن إحنا نختار مناطق بعينها لتنفيذ هذه المبادئ. فأنا شخصيا سقفت ليه، وبالتالي في إطار لجنة فلسطين تم بحث هذه المسألة تحديدا، لماذا يطلب من العرب تأييد مواقف ومبادئ معترف بها بالنسبة لهذه المشكلة تحديدا، وفي نفس الوقت لا يعترف أو لا تعترف بعض عناصر المجتمع الدولي وقوى المجتمع الدولي بنفس هذه المبادئ وتطبيقها على القضية الفلسطينية. من هنا المجموعة توافقت، المجموعة العربية واللجان توافقت على أهمية متابعة أداء الدول خارج المجموعة العربية الدول الأجنبية في مواقفها من القضية الفلسطينية. ما تجوش تقولوا على سبيل المثال نحن نقف مع أوكرانيا ولكن ضد فلسطين، يجب أن يكون الموضوع في سياق محدد واضح. دي نقطة أساسية تحدثنا بها. طبعا الاجتماع التشاوري النهاردة كان اجتماع يعني أراه مفيد للغاية، لأنه كان هناك الكثير من الأفكار التي أطلقت والأطروحات اللي تفاعل معها السادة الوزراء. ملحوظة أساسية
أنه الشراكات العربية وبالذات الاجتماع مع وزير خارجية اليابان بالأمس حظي باهتمام كبير من قبل المجموعة، والمطلوب الآن تحديد فعاليات هذه الشراكات، بمعنى أن هناك شراكة مع الصين لها رؤية، شراكة مع الهند لها رؤية، شراكة مع تركيا أو كانت موجودة لها رؤية، شراكة مع روسيا لها روسيا مع لها رؤيتها، وبالتالي تم التوافق على أنه يجب أن الأمانة العامة تضع خطوط إرشادية واضحة محددة فيما يتعلق بكيفية التفاعل مع كل هذه الشراكات. المجموعة توافقت على أنه ينبغي أن نركز على مجموعة في مقابل مجموعة، مجموعة أوروبية في مقابل مجموعة عربية، مجموعة الأسيان في كتين مع المجموعة العربية، ولا يقتصر الأمر على دولة يعني بمفردها، إلا لو كانت دائما دولة دائمة العضوية لها وضعيتها في المجتمع الدولي نتيجة لميثاق الأمم المتحدة. زي ما قال سيادة الوزير، تم الترحيب بإنشاء منظمة عالمية للمياه في السعودية، ولكن تم تبني أو إعادة تبني القرار الخاص بالأمن المائي العربي، لأن الدول العربية حقيقة بتتعرض لصعوبات شديدة جدا، سواء في نهر النيل أو في نهر الدجلة أو في نهر الفرات، في سوريا، في العراق، في السودان، في مصر. فهذا القرار تم التأكيد عليه مرة أخرى. يمكن هو ده اللي أنا عندي سيادة الرئيس في هذا الموضوع. في أسئلة؟ تفضل. تحية طيبة السيد الوزير. تحية طيبة. ولا سامعك، كنسمعك. تحية طيبة السيد الأمين العام. تحية طيبة السيد الوزير. محمد أبو بكر، صحفي في القناة الثانية المغربية. ابعد شوية الميكروفون عنك. طيب. زين. السيد الأمين العام، سؤالي لكم، يعني هل ترون أن المجهودات التي يبذلها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس ستساهم إلى حد ما في تطوير آليات العمل من داخل جامعات الدول العربية؟ يعني هو السؤال الحقيقة يوجه لسيادة الوزير، لأنه هو النهاردة اللي تحدث في هذا الأمر وقال أن احنا عاوزين يعني نفعل الكثير من الآليات، وهناك تطوير. يعني دعني أقول لك على سبيل المثال، من عناصر التطوير في إدارة أعمال المجلس الوزاري أنه لم يعد هناك تركيز على البيانات والخطب التي يتحدث بها السادة الوزراء في الاجتماعات، بيسلموا البيانات الخاصة بهم، والذين يتحدثون فقط هم الرئاسة الحالية، الرئاسة القادمة، والأمين العام والضيوف. فده في حد ذاته تطوير جيد للغاية. هتلاحظ أنه في الكثير من القرارات فيها إشارة إلى تكليف الأمين العام بوضع الآليات التي تحقق تنفيذ هذا القرار أو ذاك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. أسامة عجاج، الأخبار. عندي سؤالين. أعتقد أنه أي مراقب صحفي يقول أنه هذه الدورة هي دورة فلسطين بامتياز،
ولذلك أسئلتي سؤال مع الوزير، سؤال مع الأمين العام عام فلسطين. بالنسبة للسؤال الأمين العام، أنا لاحظت إنه في قرار بدعوة لمؤتمر دولي على هامش الجمعية العمومية القادمة التي ستعقد بعد أيام للنظر في تطورات القضية الفلسطينية. هل تعتقد إنه الوقت الضيق يستطيع يمكن للمجموعة العربية أن تنجح في عقد مثل هذا المؤتمر؟ ده سؤال للمعالي الأمين العام. بالنسبة للوزير السؤال، هل المغرب هناك يعني لجنة خاصة بالقدس تم تشكيلها ودعم القدس في الجمعية في المؤتمر قمة الرياض، والمغرب أصلا يتولى مسؤولية لجنة دعم القدس، هل تعتقد إنه رئاسة المغرب للجنة والدور سيكون فاعل في محاولة الحفاظ على هوية القدس والحفاظ على الاعتداء ضد الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى؟ شكرا. بالنسبة لسؤالك حول القدس، طبيعة الحال جلالة الملك محمد السادس رأس لجنة القدس، والمغرب منذ البداية كان تعامله هو تعامل بعيد عن المزايدات وبعيد عن بلاغات التنديد وغيرها. هو القدس تتعرض لهجوم ميداني، وبالتالي فالرد يجب أن يكون كذلك ميداني. لهذا ويمكن في أروقة الجامعة شفتوا كاين معرض لوكالة بيت مال القدس اللي كتشتغل يوميا للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية في القدس من خلال ترميم المنشآت العربية، من خلال دعم اقتصادي واجتماعي للمقدسيين، من خلال تقديم خدمات اجتماعية، الحفاظ على الهوية المقدسية. فالحفاظ على هوية القدس لن يأتي بالبيانات وبالبلاغات، سيأتي بعمل ميداني منسق ويعطي نتائج، ويحس به المقدسيين أنفسهم، يحسون أنهم في مواجهة الضغط اليومي لمحو هويتهم يجدون من يواكبهم. نعطيك مثال، اليوم وكالة بيت مال القدس تتكفل ب 500 يتيم مقدسي من دراسته، من شغله، من كل شيء، تتابعه إلى في كل مراحل حياته. هذا عملي، لأن ذاك 500 طفل مقدسي اليوم غيتمسكوا وغيقاوموا وغيبقاو في مدينتهم. وكالة بيت مال القدس افتتحت مستشفيات، بنت مدارس، وهذا هو المقاومة الحقيقية ضد ما تمر به القدس من محاولات للتهويد. هناك كذلك تحرك سياسي ضروري، ويعني هناك لجنة سواء خلال لجنة القدس، ولكن كاينه لجنة داخل الجامعة كذلك. وكان اليوم الحديث حول كيف نجعل هذا التحرك عملي، كيف نضع أولويات لهذا التحرك، كيف نضع خطة عمل واضحة. إذا بقينا في إسرائيل تنتهك القدس ونحن نندد، فنبقى دائما في رد الفعل. اليوم ما هو أساسي؟ كيف نطور خطاب وآليات للتحرك استباقية؟ نحن نعرف نوايا الحكومة الإسرائيلية، كيف سنتعامل معه، وكيف نستبق ما سيأتي. إذا بقينا ننتظر إجراءات ويكون تنديد واجتماعات، فإننا سنخسر هذه المعركة. الأساسي نحن نعرف النوايا ونعرف البرامج، يجب أن نستبقها. ولكن المغرب كان دائما مقتنع بأن التحرك السياسي يجب أن يوازيه عمل ميداني. لهذا لجنة القدس يعني وصلت لأكثر من 70 مليون دولار من المشاريع على أرض الواقع، ولجنة القدس اليوم هي اللي كتحرك يوميا في القدس ميدانيا. وفي الصيف جات حوالي 100 طفل فلسطيني إلى المغرب لقضاء العطلة الصيفية من القدس، واجتمعوا وغنوا أغانيهم الفلسطينية وحافظوا على هويتهم. هذا هو العمل اللي كان، لأن الهجمة هي ميدانية. احنا دائما كنا نقتنع، وجلالة الملك كان دائما مقتنع بأن مواجهة الهجمة ضد القدس لا لن تمر فقط بالاجتماعات والبيانات، ولكن كذلك بالعمل الميداني. تمام.
دعني فيما يتعلق بالجمعية العامة القادمة والقضية الفلسطينية، دعني أقول لك ابتداء، وراح فين؟ دعني أقول لك ابتداء أنه هناك بالتأكيد جهد سوف يبذل لعقد اجتماع للتركيز وتنشيط مبادرة السلام العربية، وهذا الاجتماع سوف تتم الدعوة له الآن وعلى المستوى الوزاري، والمقرر له آمل أن يعقد في 18 سبتمبر الجاري للنظر في كيفية تحفيز الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على خطوات وإجراءات وتصرفات فيما بعد التوافق فيما بينهما أو الاتفاق فيما بينهما. هذا اجتماع تدعو إليه كل من الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي، المملكة العربية السعودية، مصر والأردن. وتتذكرون أنه كان في اجتماع سابق العام الماضي ربما في 22 سبتمبر الماضي وأطلق هذا الأمر. التقينا مع بوريل مفاوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفي حضور وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وكانت هناك الكثير من المشاورات على كيفية إطلاق هذه العملية والإعلان عنها. سوف نكشف في الأيام القادمة عن الكثير في هذا الشأن، فده يؤشر إلى اتجاه لدعم القضية الفلسطينية من خلال تنشيط البحث في مبادرة السلام. دي نقطة. النقطة الثانية، موضوع المطالبة الدائمة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، وده سوف يتكرر ويتأكد في خلال التدخلات العربية في بياناتها أمام الجمعية العامة. يبقى الحديث عن مؤتمر، وأنا أعلم أن الوقت ضيق جدا لمثل هذا الأمر، ولكن المقصود في تقديري هو أن الجميع يحفز إلى الدعوة لهذا المؤتمر لإنعقاد حول الشأن الفلسطيني للبحث في مسألة الدولتين. وبالتالي آمل أنه هذا الجهد العربي يسفر عن نتائج في أعمال هذه الجمعية العامة القادمة. شكرا. السلام عليكم سيادة الأمين العام. هل تعتقد صلاح جمعة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، هل تعتقد أن تحول النظام العالمي إلى نظام متعدد الأقطاب يشكل فرصة أم تحدي إضافي للعالم العربي؟ وكيف يمكن استغلال هذا التغيير لتعزيز مكانة وتأثير العالم العربي؟ هو سؤال الحقيقة كبير جدا ومركب، لأنه يبدو على السطح أن هناك نظام دولي متعدد الأقطاب، يبدو على السطح، ولكن في حقيقة الأمر ما زال هناك تأثير لدول محددة في العالم الغربي لديها شبه هيمنة على الكثير من المسارات. وبالتالي وإن كان هناك أمل في بزوغ هذا النظام المتعدد، إلا أننا يجب أن ننتظر تطوراته وكيفية بلورة هذا
النظام. بالتأكيد بالتأكيد وجود عالم متعدد الأقطاب يخدم الجانب العربي، ولكن ننتظر لتبلور هذا النظام. سوف يبزغ ولا شك لدي في ذلك، ولكن وضوحه وعناصره ومتى يبزغ الوقت كفيل بالكشف عن هذا الأمر. أنا سوسن أبو حسين، مدير تحرير مجلة أكتوبر. سؤالي للأمين العام خاص بسوريا. يعني أنا كلمت مع الوزير فيصل مقداد وقال لي حول انعقاد لجنة دستورية المفترض تعقد في سلطنة عمان، قال لي إن الأمم المتحدة هي اللي بتعطلها وإحنا جاهزين نعقدها في الصبح من الصباح. فهل هو عرض خطوة في خلال الاجتماع، عرض خطوة مقابل خطوة، في خطوات متقدمة عرضها الوزير السوري خلال الاجتماع الوزاري في الجلسات التشاورية والمغلقة؟ يعني عندك الحقيقة الرد على هذا السؤال، الإجابة في القرار الخاص بسوريا. المجموعة العربية المجلس الوزاري أقر الإعلانين، إعلان عمان وإعلان الجدة القاهرة. وبالتالي الإجابة على هذا السؤال تأتي في البيانين دول. الأمم المتحدة فعلا بتعطل. أنا ما أتكلمش عن الأمم المتحدة، أنا أمين عام الجامعة العربية. هو الوزير قال هكذا أن الأمم المتحدة. ماليش دعوة الوزير قال إيه، يقول اللي يقوله الوزير. أنا أمين عام الجامعة وبالتالي مش هفسر كلام الوزير، اسألي الوزير أنت شخصيا. المغرب، أنا سعيدة جدا بهذا الجواز الأحمر للعبور إلى القدس. هل هذا يعني له مغزى في موجوده في المعرض الموجود خلال الاجتماع؟ شكرا جزيلا. أكيد هو فقط أنا كيجي هذا هدف إطار ما قلت من إجراءات عملية، من إجراءات رمزية للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس. ويمكن في المعرض راه فيه أمور أخرى كثيرة اللي كتبين بأن المقاومة المقدسية هي مقاومة يومية وليست مرتبطة فقط بالهجمات أو بالتدخلات الإسرائيلية. والوكالة تشتغل يوميا، وكالة بيت مال القدس التابعة لجنة القدس لرئاسة جلالة الملك محمد السادس تشتغل يوميا. اللي بغيت نضيف بالنسبة لسوريا هي نقطة مهمة، أن القرار اليوم هو مهم لأن المجموعة العربية كمجموعة اعتمدت بيان اللجنة وبيان عمان اللي كان سابق، واعتبرت بأن فلسفتهما مبادئهما وإجراءاتهما هي موقف كل الدول العربية، وطالبت بأن يتم العمل على تنفيذ مضمون هذين البيانين اللذان ألحقا بالقرار. وبالتالي اليوم المرجعية بالنسبة للدول العربية هي واحدة وهي بياني عمان والقاهرة، والمطلوب الآن هو التأكد من أن هناك تنفيذ لكل الخطوات ولكل الإجراءات التي كان التزم بها كل طرف في إطار هذين البيانين، وسيتم متابعة تنفيذ هذين البيانين من خلال التقارير التي قدمها الأمين العام، ولكن كذلك لجنة الاتصال المعنية بهذا الموضوع. شكرا. شكرا يا جماعة.